محطتنا التالية من وحي طقوس العيد بين الأمس واليوم، كيف يبدو مشهد المعايدة؟ ما الذي اختلف وآلية التواصل وانعكاساتها النفسية؟ أمور بتخبرنا عنها الاختصاصية النفسية الدكتورة رندا رزق الله، عضو الهيئة التدريسية بجامعة دمشق. يسعد صباحك وكل عام وأنتي بخير. يسعد صباحك ويصباحكم يسعد جميعا. صباحك سلمى وكل سنة وأنتي سالمة. وانتو سالمين يا رب. دكتورة، يعني مثل ما حكينا اليوم رح نبدأ بمقارنة بين الأمس واليوم. التكنولوجيا اقتحمت عوالمنا بشكل كتير كبير، شو اللي اختلف؟ لأي درجة بتشوفي أن أثرت التكنولوجيا علينا على علاقاتنا أيضا؟ أول شيء بحب أعايد أخوتنا وشركائنا بأرض السلام بسوريا الحبيبة، وإن شاء الله دائما تضل أعيادنا وأيامنا سلام وخير ومحبة. العيد دلالاته ورمزيته كتير مهمة، ووجوده يعني بيحيي الذكرى، ذكرى أنه نحن شركاء، نحن عنا أهل، نحن عنا ناس بتشاركنا بالمناسبات الحلوة، بالذكرى الحلوة. وكل طقوس وممارسات طقوس الأعياد، هي كل طقس لحاله بيترك ذكرى وبيعزز الذكرى عند الأطفال، عند الناس، بعقليتنا، بلاوعينا، بيشدنا، لأنه في نواة اجتماعية نحن بننتمي لها، في إحساس بصير بالفخر وبالانتماء. هلأ إذا بدنا نعرف شو اللي اختلف بين قبل وهلأ، أكيد هلأ في سوريا لها وضع خاص، ولكن بالعموم إذا بدنا نحكي بشكل عام بمنطقتنا الأعياد اختلفت، لأنه صارت شكلية أكثر، صارت تتوجه للماديات والشكليات بشكل كتير كبير. وإذا بدنا نعرف أي ظاهرة وندرسها تماما، نشوف تأثر الأطفال فيها، يعني نشوف الطفل قبل كيف كان يتفاعل بالعيد، ونشوف هلأ كيف ردة فعله على مراسم العيد، خلينا نقول، أو الشيء اللي بيمارسوه، الطقوس الكذا بالعيد. مدى فهم هالطفل قبل ومدى فهم طفلنا هلأ وحساسيته لدلالة العيد وبالحقيقة فرحته. يعني الأطفال كتير حقيقيين وصريحين، بيوضحوا بشكل كتير طبيعي وعصبي، بسيط وواضح، قديش هن بيعبروا لك عن الواقع، هن مرآة الواقع. أنا بحس لذلك أنا رح أنطلق من هون لنورجي أنه كيف دلالة العيد اختلفت حقيقة، والتأثير النفسي للعيد اللي هو أهم تأثير نفسي نحن نطلبه من العيد، هو مشاعر الانتماء، يحس بمشاعر، تقوية مشاعر الانتماء للوطن، للمجتمع، للبيئة الاجتماعية، للدين يلي نحن عم ننتمي له. فهو هي أهم وأول نقطة بيشتغل العيد أو بنوظف العيد فيها. النقطة الثانية هي الفرح، إعطاء الفرح، إنه هي مناسبة للفرح، مناسبة لنطلع من الشغل والتعب وإرهاق المشاكل وننسى شوي، وناخذ هيك إجازة مريحة، إجازة فيها تهوية، فيها راحة، ما فيها إرهاق وستريس الشغل. النقطة الثالثة هي إعطاء الأمل. العيد بيعطي أمل بالاستمرارية، لأنه في استمرارية، بيوحي بالاستمرارية، مثل ما كنا من 100 سنة نعيد هذا العيد، فنحن لساتنا لهلا ولازلنا ولبعدين أنه نحن بدنا نعيد. فإذا بيعطينا إحساس بالاستمرارية، في العيد الجاي وفي العيد سنة الجاي واللي بعده واللي بعده. وهذا الشيء اللي ساهم حقيقة بلم الناس بأيام الحرب الصعبة، بالرغم من كل الصعوبة والألم والحزن، كنا عم نحتفل بالعيد. كان في ناس تقول إنه يعني إلكم قلب تحتفلوا، هو ما قلنا قلب نحتفل، ولكن هو ذكرى لتحسس الشخص بالأمل، لتحسسه بأنه أنت في أمل لسه سنة الجاي واللي بعدها تحتفل بهي الأعياد. فهلأ إذا رجعنا لهدول النقاط الثلاثة اللي هنا وظيفة العيد، النقطة الأولى هي الرمزية وهي الإحساس بالانتماء. قديش يا ترى هلأ طفلنا بحس بالانتماء لهي الطقوس؟ قديش عم يفهم هي الطقوس؟ قدي عم تعطيه دلالة بأنه أنت منتمي لهذا المجتمع؟ بالحقيقة الأطفال صار بالنسبة لهم العيد هو استهلاك،
هو انه نشتري ثياب جديده، وهو انه ناكل اكلات طيبه، هيك دلاله العيد بالنسبه لهم، وهو انه نروح نلعب الالعاب بالمولات، خاصه المول والاستهلاك، شراء الثياب، شراء الاكل، شراء، هو بالنسبة له هيك العيد. هو بس الأولاد؟ بعد الأوقات حتى مو بس الأولاد. أي تمام. لأنه تغير مفهوم العيد، صار المفهوم هو سطحي، بينما هو ما بيفهم ولا شيء من دلالات هذا العيد. شو دلالته؟ هون الأهل ما عم يعدوا يحكوا مع الولد ويقولوا له شو دلالة العيد، وبالتالي هن كمان ما عم يفوتوا ما عم تكون دلالة العيد بالنسبة لهم حقيقية وعميقة. عم ياخذوا العيد كشيء تقاليد سطحية. احيانا في ناس بتحكي الهم العيد، انه هلا جاي العيد كيف بدي اساوي، انه بدي امن المواد، اللبس، الاكل، طلعه المشوار، كيف بدي امنه لنقعد بالبيت ولا نطلع. فهذا كله الارهاق المادي صارت مصدر قلق بدل ما تكون مصدر راحه. قلنا انه بتعطي راحه، انقطاع عن الشغل، استرخاء. وين بده يجي الاسترخاء اذا هو عم يتكلف اضعاف اضعاف اليوم العادي؟ بده يعزم، بده ينعزم، بده ياخذ اولاده، مجبور لانه هذا عيد. فاذا صار مرهق كمان مو بس مريح. النقطه الثالثه وهي الامل. لما بيصير استهلاكي بهالشكل المفهوم العيد، ما بيعود يعطينا الامل الحقيقي، بيصير هو شيء روتيني، شيء مثل ما بتجي المدرسه بتروح المدرسه، بنروح على مناسبة معينة على العرس بنحضره وبنرجع وخلاص انتهى الموضوع. فإذا هذا كله فقد العيد قيمته، فقد قيمته الحقيقية، فقد الفرحة حقيقة. طيب دكتورة، يعني يمتاز الشعب العربي عن الشعوب الأجنبية بصلة الرحم والتواصل ولمة العيلة بمناسبة الأعياد. اليوم قديش فعليا فقدنا هي الخصوصية بالتواصل المباشر مع تطور العصر؟ يعني قديش فعليا اليوم صارت مشاعرنا إلكترونية؟ يعني بتلاقي التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الواتساب، عبر التليجرام. فعليا قديش هي هذا التواصل خسرناه أو بعده موجود بس منه مثل قبل؟ يعني قبل كان الجد يجتمع مع العائلة كلها، بتلاقي الأحفاد مجتمعين مشان العيدية، مشان نزور بيت عمنا، بيت خالنا بالعيد، لأنه ما في المفهوم العيد العميق. يعني أنه يعدوا الأهل ويحكوا بين بعضهم كعائلة شو دلالة هذا العيد وقديش هو مهم لإلنا. إذا بتلاحظي كمان الأطفال والمراهقين، صار كتير الأهالي عم يشتكوا أنه ما بيجوا معنا. يعني إحنا منروح زيارات العيد بس هنا ما بيحبوا يجوا، عنا عزيمة عند التيتا وجده بس هنا ولا طايقينا ولا قدرانين يتحملوا، لأنه طغى علي المجاملات والمجاملات الكاذبة اللي بيدركها الطفل، بيدركها المراهق، بيدركها الشاب، أنه لا، مو هاد اللي بدي، أنا يعني بدي الفرحة الحقيقية. وبالتالي صار في هروب من هي المواقف اللي فيها مجاملة كاذبة، وهذا الهروب بنحط له قناع. هذا القناع هو الفيسبوك والواتساب وهي المظاهر، انه انا ببعت رسالة وبكتفي، او ببعت الصور هدول اللي بلا معنى، يعني ما لها دلالة يعني حقيقية لفرحة العيد، وخلصنا انه عملت واجبي. فصار الواجب ينقضى بصورة بتنبعت، بمسج بتتحدد وبتنبعت او مسج تماما، لهروبا من المجاملات ومن هي اعباء المجاملة، لانه مزعجة انه مجاملة كاذبة. لذلك نبحث عن معنى العيد الحقيقي، عن الفرحة الحقيقية، ونطلع من هي المجاملات البلا طعمة او المظاهر الكاذبة يلي بترهقنا، تتعبنا نفسيا وماديا. لانه انا لازم روح، اجا العيد لازم روح عايد، ولازم اخذ هديه، ولازم اعزم يلي عزموني، ولازم كل هذا، وانا مالي مرتاحه ومالي مبسوطه. فشو فائده العيد اذا هيك؟ لذلك نحن نرجع لهي القيم يلي هي، يعني يمكن العيد هو فرصه انه نرجع نفهم شو دلاله العيد الحقيقيه، نرجع نحلل هي الرموز، نحكي مع العيله بين بعضنا شو معنات هالطقوس هاي اللي عم نساويها، ليش لازم نجتمع بالعيد مثلا؟ يعني هذا سؤال، ليش انا لازم نجتمع؟ تماما ربطاً بحديثك دكتورة، زميلتنا ريم سليمان نزلت على الشارع بشكل عام، اخذت اراء الناس عن المعايدة بين الامس وبين اليوم، شو اللي اختلف وكيف بيشوفوا التواصل خلال فترة الاعياد؟ رح نسمع رأيهم ونرجع. We'll be right back.
باتت السمايل بديلاً عن ابتسامة المحبة والود؟ وهل بات رسم صورة القلب بديلاً عن العناق؟ وهل باتت رسالة SMS بديلاً عن الكلمات الجميلة النابعة من القلب تقولها وجهاً لوجه لصديق أو قريب؟ هل أصبحت العلاقات الاجتماعية والمناسبات تنحصر بمواقع التواصل الاجتماعي؟ في ألف طريقة، يعني في البعاد خارج البلد إجبار بدي تواصل معهم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، اللي داخل البلد إجبار بدي يروح عليهم عايدهم وجه لوجه. والله على الفيس أغلبهم، يعني صار في عالين كلهم برا البلد، ما في حدا هون جوا البلد، يعني توزعوا شيء بأوروبا شيء بلبنان شيء كذا، ما في حدا هون يعني، أو ممكن اللي ضالين هون بطلعوا شيء مطعم شيء قصة، بس مو أكتر على الفيسبوك بس واتساب هيك يعني. هلا الأزمة لعبت دور أكيد، لأنه اللي تغرب واللي سافر واللي كذا على الواتساب على الفيس تليفونات إيش أسهل أريح. قبل وسائل التواصل الاجتماعي كان بيت العائلة في أول أيام العيد يمتلئ بالأبناء والأحفاد، وبقية الأيام كانت لمعايدة الأصدقاء والجيران. فما الذي اختلف اليوم؟ أنا بستقبل التليفون، بحب التليفون لأسمع صوت الواحد، بحس فيه إنه صادق أو مو صادق. أما هي التواصل والكتابة ما بحبها أبداً، ما بحس فيها مشاعر. عن طريق الواتس عن طريق الفيس كليته هذا الأصل كان فيها روحانية أكثر من هلأ، كانت اللمة والاجتماع مع البعض وهي غير كانت في العيد أفضل. كان هلأ إذا كان مثلا البيوت بعيدة عن بعضها ما بدها مواصلات ما بدها مادية، هل كله بيكلف معايدات. قبل كان في ود أكثر من اليوم، كان في محبة وألفة بين الناس أكثر. هلأ بيأسفنا أنه وصلنا لهالمرحلة هاي، نتمنى تعود الأيام الحلوة والبسيطة واللي الناس تحب بعضها. على ما يبدو أن تطور الاتصالات ليس السبب الوحيد في الابتعاد عن ممارسة الواجبات الاجتماعية في المناسبات، بل هناك أسباب أخرى منها الظروف المادية التي ساعدت في هذه العزلة. يعني مثل ما تابعنا دكتورة، أشكال المعايدة يمكن وتعليقات الناس اختلفت، بس يمكن اللي لفتنا أكثر شيء أنه التكنولوجيا سهلت التواصل الاجتماعي، يعني قربت البعيد. قديش فعليا كمان إلى آثار إيجابية فينا نقول التكنولوجيا اليوم بالمعايدات؟ أكيد آثار الإيجابية نحن اللي بنستخدمها ونحن اللي بنقدر نستفيد منها إيجابيا، وممكن نستفيد منها سلبيا. ممكن استخدم انا الرسائل حتى ابعت حتى اتهرب من تواجدي بالمكان وجودي وتفاعلي بالعيد، وممكن انا ابعت رساله لانه انا مشتاقه حقيقه بدي اتواصل مع هذا الشخص حقيقه. كانت الرسائل مثلا قبل بدها شهر لحتى توصل من مكان لمكان، بالاخص اللي عنده اولاد مسافرين باستراليا بكندا بأماكن بعيدة تاكل شهر واكثر كمان لتوصل، توصل بعد العيد بشهر او بيبعتوها قبل العيد بشهر. طبعا التواصل هذا كثير اثر ايجابيا. الام لما بتحس انه حالها قريبه من ابنها بتقدر تشوفه، بتقدر تحكي معه، وتعايد عليه، يعني العائله صارت نصها بيلتم بالبيت ونصها بيلتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بتلاقيهم مجتمعين مع بعض وفاتحين الكاميرات وعم يتواصلوا. أكيد يعني هذا الشيء، يعني إحنا استخدامنا المميزات لوسائل التواصل التكنولوجيا، يعني فينا نقول إنه بهاي الخصوص إذا تم استخدامها بهالطريقة إنه هي تقرب اللي بعيد، وخصوصا مثل ما قلتي اللي مسافر، فهذا نوع إيجابي فينا نعتبره. ولكن أكثر الشيء اللي يمكن هلا عم نشوفه بشكل عام إنه هي عم تأخذ شوي منحة ليس إيجابي، اللي هو عم تزيد العزلة
العزلة داخل المنزل الواحد، العزلة داخل الأسرة الواحدة، داخل المجتمع الواحد. يعني أوقات بيكونوا أصدقاء بمكان واحد بيعايدوا بعض على الواتساب أو على الفيسبوك أو جيران حتى. تماما يعني. بالحقيقة يعني أنا بسوي هيك وكلنا يمكن بنسوي هيك. الأغلبية يمكن كمان حتى نمط الحياة كله لايف ستايل تغير، يعني صرنا في سرعة شوي. أكيد ظروف الحياة تغيرت، ما عاد في يعني فأي شيء تابع لهالحياة بده يتغير. ما فينا نقول إنه لا نضل نحن نعايد بالطريقة التقليدية، بيلتموا رجال الحارة وبيروحوا عند بيت كل بيت بيته بيعايدون وبيرجع هو بيعايدون، وهي الطريقة التقليدية ما عاد تزبط لأنه العدد صار كتير كبير، في تنوع كتير، في أسلوب جديد بالحياة، في إيقاع جديد بالحياة، إجباري هو بده يتغير. ولكن لما عم نتخبى يعني احنا وقت حكينا حلقات عن التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي حكينا كتير عن مساوئه وتأثيره على العزلة وعزلة المراهقين والأطفال، وهيك ليش عم يبعد عن هالواقع هاد. هون نحن لازم كتير هاي ندرسها، والباحثين والعلماء يدرسوا هالنقطة هاي، ليش هل فئة الشباب عم تبعد عن هذا الواقع؟ في شيء بالواقع محبط، في شيء بالواقع مؤلم، في شيء غير محتمل، في شيء ما عم يحقق له اللي بده اياه، لازمه دراسه بالحقيقه، ما بنعرف يعني تماما لانه بده دراسه حقيقيه. في شيء بالواقع مزعج هو اللي عم يخليه يهرب لوسائل التواصل الاجتماعي او للعالم الافتراضي وللعب الطويل، السهر لوج الصبح مثلا على الفيسبوك. يعني في شخص كان يقول لي يطلب مساعدة نفسية، كان يقول أنا ما بنام إلا لحتى تتعب إيدي من قد ما بحب عم فقس بالموبايل، من قد ما عم بشتغل على الموبايل، بس تتعب إيدي وقتها بحس حالي إنه معناتها خلاص بكون الساعة 3 الصبح 4 الصبح. يعني إنه هذا كتير طبعاً. بس يمكن لأنه طبيعة وزيعة. الحياة اختلفت دكتورة، ظروف الحياة اختلفت، ضغوطات الحياة إن كانت الاجتماعية والاقتصادية اليوم على الشباب اختلفت نوعا ما. قبل كانت الأمور أبسط ومسهلة أكثر، اليوم الشاب بعمر صغير بيكون عنده مسؤوليات كتيرة ليأسس حاله، بيكون في عنده كمان مسؤوليات أكبر طبعاً. وظروف كمان تختلف، يعني ظروف المعيشية من بيئة لبيئة أو من فئة اجتماعية لفئة اجتماعية. بس فعليا اليوم قديش فينا نرجع نعزز هي أفكار يعني نرجع نزرعها عند الأطفال؟ يعني الطفل فيكي ترجعي تأسسي من أول وجديد معه. أهم شيء عند الطفل نقبل أنه يسألنا، نقبل يسأل، لأنه في ناس ما بيقبلوا السؤال، أنه لا تسأل هيك، ليش عم تسألك، حرام، ما بيصير، غلط، أو خلاص هلكني بالأسئلة وهي. خليه يسأل ونحاول نحن وياه ندور على الإجابات، لأنه نحن عالم الكبار ما بنعرف إجابات كثير أسئلة، عشان هيك منقطع عنه ومنسد عنه السؤال. خلي يسأل شو رمزية هالعيد، شو رمزية، شو يعني، شو دلالة كذا. ما في شيء ممنوع على السؤال، خلي نشجعه على التفكير، نشجعه على البحث. وقتها بيجي بيترك الموبايل وبيجي لعنا في جواب، لأنه للشيء للطلب اللي عنده بده يا. تمام، للعطش المعلومات اللي عنده في جواب عندك عندكم كأهل، فبيترك الموبايل وبيجي. بس وقت اللي ما في جواب ومسدود عليه السؤال ومسكر عليه التفكير يدور بمكان آخر، بيروح بيلاقي مكان هو حر أكثر ليفكر، ليسأل، ليشوف حاله، ليكون موجود أكثر. لذلك نحن إذا بنعمل توازن بين استخدام الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، ونترك هالجيل هالفئة الشباب والمراهقين هالموبايل شوي ونخليهم ينشدوا لشيء، هو إنه نسمح لهم يسألوا، نسمح لهم يناقشوا، نسمح لهم يبدعوا، تجيهم أفكار إبداعية نساعدهم فيها، ما نضل نحن على القوالب القديمة وإنه هاي القوالب هيك نحن أجدادنا ربونا وهيك بدنا نضل وهيك. يعني هذا حدا يعني بيحط حاله بقالب وما بيقدر، ما بيسمح إنه يطلع منه. تمام. فخلينا نشوف إبداعهم، خلينا نسمعهم، هذا الشيء اللي بيساعدهم على إنه يزيدوا تواصلهم الاجتماعي. لما يجي يحكي مع تيتا أو جده عن الإنترنت وعن هيك ويلاقيها ما عم تسمعه وما عم تفهمه، فهو ما رح يحكي، ما رح يجي مرة تانية يزورها، لأنه ما في لغة التواصل مختلفة. مختلفة، يعني مثل ما قلنا اليوم دكتورة لغة التواصل كتير مهمة، والاهتمام الحقيقي، الاهتمام بتفاصيل أبنائنا
كتير مهم لحتى نقدر نرجعهم للحاضنة الأساسية. بدنا نشكر وجودك معنا ونقلك مرة تانية كل عام وانت بخير. كل عام وانتو بخير. شكرا كتير دكتورة رندا رزق الله الاختصاصية النفسية. بدنا نشكرك على وجودك معنا، ويمكن رغم كل الظروف اللي عم نعيشها دكتورة ما زال الشعب العربي بيحافظ على بعض طقوس العيد ومنها صلة الرحم. يعني قد ما كانت الظروف صعبة لكن موجودين لا ضروري. نستمر بفرحة العيد. شكرا كتير إليك. هلا. شكرا لك دكتورة. شكرا لك. مكملين بباقي